أيد وأقدام ورؤوس بشرية سرقت من مشرحة كلية الطب بجامعة هارفارد وبيعت بعد مفاوضات على سعرها عبر الإنترنت. جريمة مروعة هزت أمريكا، تم الكشف عن جميع ملابساتها باعتراف زوجة المدير السابق لمشرحة كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية بعد عام من إقرار زوجها بالذنب، وذلك بعدما كشف المحققون أن المتهمة شحنت أعضاء بشرية مسروقة بما في ذلك أيد وأقدام ورؤوس إلى مشترين تفاوضت معهم على سعرها في مبيعات على الإنترنت، وتضمنت شحنة البضائع البشرية 24 يدا وقدمين وتسعة أعمدة فقارية وأجزاء من الجماجم وخمسة وجوه بشرية ورأسين تم تشريحهما. الشرطة الفيدرالية أوقفت الزوجين وخمسة أشخاص آخرين متورطين في بيع وشراء رفات بشرية مسروقة في أنحاء البلاد، فيما قالت السلطات إن أجزاء الجثث المعدة للتشريح التي تم التبرع بها للكلية أخذت خلال الفترة بين 2018 وأوائل 2023 دون علم أو تصريح من الكلية، في الوقت الذي تستخدم فيه الجثث المتبرع بها لجامعة هارفارد لأغراض البحث والتعليم فقط، وبمجرد عدم الحاجة إليها يتم حرقها وإعادة الرماد إلى عائلة المتبرع أو دفنه في المقبرة.